وهي مطربة من مطربات القرن العشرين. ما أجمل مصر أم الدنيا، وما أجملها عبر العصور. اهلا بيكم واولى حواراتنا في هذا الصباح. طبعا زي ما اشرنا في بدايه يومنا النهارده، ملف الكهرباء ده او الطاقه ملف مهم جدا. يمكن مصر بتهتم بهذا الملف على وجه التحديد، يمكن شفنا ده في العديد حتى من الاتفاقيات اللي ابرمتها مصر مع عدد من الدول وزيارات الرئيس الخارجيه التي اثمرت عن العديد من الاتفاقيات في مجال الطاقه الجديده والمتجدده، الاتجاه للطاقه الشمسيه، الخلايا الشمسيه، حتى انه في بعض الاماكن الجديده زي العاصمه الاداريه الجديده كده زي ما قلنا تم عمل يعني مشروع خلايا شمسيه كبير جدا. الحقيقه انه استراتيجيه واضحه من الحكومه للقضاء على مشكله الكهرباء. يمكن حسينا في الفتره اللي فاتت تحسن كبير جدا في الكهرباء وعدم انقطاعها زي ما كنا بنشوف قبل كده. قالوا كمان ان الشبكه القوميه بتقول ان في احتياط 22 ألف ميجا وات يوميا، ده ما حصلش قبل كده في مصر. لكن خلونا نشوف بقى الملف ده بشيء من التفصيل والتحليل مع ضيفنا في استوديو هذا الصباح، دكتور سامح نعمان، هو استاذ جامعي وايضا استشاري الطاقه الجديده والمتجدده. دكتور سامح صباح الخير. صباح الخير يا فندم. عايزين نعرف بقى موضوع الطاقه ده موضوع كبير وملف مهم جدا، لكن خلينا نشوف التقرير ده يلقي الضوء على الموضوع ونرجع نبدا حوارنا. نتيجة للجهود المكثفة التي تبذلها الدولة وللعام الثاني على التوالي تشهد جميع محافظات الجمهورية صيفا بلا انقطاع في التيار وبدون طوارئ، هذا ما أكدته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. الوزارة أكدت أنه من المتوقع أن يصل الاحتياطي في الشبكة القومية بنهاية العام الجاري إلى 22 ألف ميجا وات، وهو ما لم يحدث في مصر من قبل. الوزارة أكدت أيضا أن برنامج الصيانة الخاص بمحطات توليد الطاقة استهدف صيانة جميع الوحدات الموجودة على الشبكة القومية للكهرباء لتفادي حدوث أي أعطال فنية خلال فصل الصيف بإجمالي قدرات بلغ 36 ألف ميجا وات، والذي من المقرر أن ينتهي في إبريل المقبل، مشيرة إلى أن كلفة برنامج الصيانة بلغت هذا العام نحو 2 مليار جنيه. وأضافت أنه من المتوقع أن يشهد هذا العام إضافة ما يقرب من 17 ألف ميجا وات، مشيرة إلى أن استهلاك المواطنين خلال صيف 2017 لن يتعدى 29 ألف ميجا وات من إجمالي 51 ألف ميجا وات قدرة الشبكة. وأكدت الوزارة أن الشبكة أصبح لديها فائض يصل إلى 5400 ميجا وات، وذلك بعد تنفيذ مشروعات الخطط العاجلة في صيف 2015 والتي أضافت 3636 ميجا وات، بجانب دخول المراحل الأولى من محطات سيمنز التي أضافت 4800 ميجا وات للشبكة القومية للكهرباء، بالإضافة إلى القدرات التي تمت إضافتها للشبكة ونتج عنها هذا الفائض. كما أوضحت الوزارة أنه جار تنفيذ توسعات جديدة في محطات محاولات سعة 500 كافة وأيضا 220 كافة، وذلك لاستيعاب القدرات المنتجة من محطات الإنتاج الجديدة ومن أبرزها محطات سيمنز، وذلك للقيام بالتغذية المطلوبة دون عوائق. اهلا
بحضرتكم مره ثانيه نبدا بقى يعني نحلل هذا الملف بشيء من التوضيح والتفصيل اكثر. ارحب مره اخرى بضيفي في استوديو هذا صباح الدكتور سامح نعمان الاستاذ الجامعي وايضا استشاري الطاقه الجديده والمتجدده. دكتور سامح صباح الخير واهلا بحضرتك مره ثانيه. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. عايزه حضرتك تقيم لي بدايه النجاحات اللي حققتها الدوله في الفتره الاخيره في مجال الطاقه وخاصه ان ما بقيناش نحس حتى بانقطاع الكهرباء زي الاول. هو النجاح نجاح مبهر صراحة، لأن احنا كنا في مشكلة كبيرة وعالجناها بسرعة أيا كان طريقة العلاج. فهي طريقة العلاج دايما بنقول لما نكون في مشكلة وبنحلها بيبقى فيها بعض الخسائر. يعني لا قدر الله في واحد عنده مشكلة وهيعمل عملية فبيوديه في المستشفى ينقذه بأي مبالغ مادية. احنا انقذنا نفسنا، بس احنا انقذناه برضو بالنتيجة من المبلغ من المال معقول جدا ما فيهوش خسائر. نسبة النجاح فيها نسبة عالية جدا. المحطات اللي اتعملت احنا هم ثلاث أماكن اللي اتعمل فيهم المحطات، بني سويف والبرولوس والعاصمة الإدارية. المفروض الإجمالي الطاقة بتاعتهم بيطلع 14 جيجا و4 من 10. كل محطة بتديني 4.8 من 10 جيجا. اللي تم فيهم 8 6 6 محطات 6 يونس في بني سويف و4 في البرولوس و2 في العاصمة الإدارية. إن شاء الله الكلام ده كله هيتم وناخد ال 14 في خلال يعني سنة بالكتير، هو ينتهي في أبريل، من أبريل أو نقول صيف 2018 إن شاء الله. إن شاء الله الطاقة دي كلها لما تدخل على الشبكة هتبقى مصر تقريبا ما عندهاش أي مشكلة في انقطاع الكهرباء. هيبقى عندنا جزء فائض ما هوش كبير، ولكن عندنا فائض غير ما كان عندنا عجز قبل كده. ده شيء طبعا شيء عظيم. مصر محتاجة للطاقة قد ال 14 دي كتير جدا. صحيح. بالنسبة لمجال الطاقة طبعا والمشروع المهم جدا لمصر مقبلة عليه حقل زهر والغاز والتنقيب وكذا، حضرتك شايف انه هيضيف ايه لمجال الطاقة بشكل عام في مصر؟ هيضيف ان انا باخد الغاز، اولا يبقى الغاز انا مالك الغاز. يبقى الحاجة عندي بدل ما بشتريها من بره، وما بكون عندي بيبقى سعرها ارخص ان انا اجيبها من بره. فالمفروض توفق تقلل سعر الطاقة. ولكن هو استخدام الغاز عموما في او استخدام المواد البتروليه باي شكل من الاشكال في قلب في استخراج الطاقه وفي استخراج الطاقه توليد الطاقه دي مشكله، ان انا بحط مبلغ او ببقى دايما معتمد على بترول. بالظبط كاني باخد فلوس وبحرقها علشان اخد طاقه، لان اما باخد بشتري غاز بشتري بفلوس. صحيح. بحرق الغاز باخد طاقه، يبقى انا بحرق فلوس واخد طاقه. صحيح. لما العالم كله دلوقتي بيتجه في اتجاهات الطاقه الجديده والمتجدده. طب احنا عندنا المفروض يبقى عندنا خليط او حاجات مشتركه من جميع انواع الطاقه. الطاقه الجديده احنا في فتره من الفترات حتى ان بعض السيارات حولت من البنزين للغاز. يعني حضرتك شايف انه ده ممكن تعميمها هتقلل نسبه المبالغ المفقوده في شراء الطاقه او في شراء ما هو حضرتك بيحولها لغاز عشان الغاز ايه؟ ارخص. بالنسبه له ارخص من البنزين. لكن هي بالنسبه للدوله ايوه فرق في ايه؟ لا ما هو في الدوله ما برضه استهلاك غاز. ما هو كل ده استهلاك مواد بتروليه. حضرتك الاتجاهات الجديده في العالم كلها ان احنا نشتغل بالطاقه الشمسيه وطاقه الرياح. العربيات دلوقتي بره بتتعمل بالطاقه الشمسيه. الطاقه الشمسيه دلوقتي بتستعيد، يعني شيلي بقى بنزين وشيلي الهيدروجين اللي بتعمل بيه العربيات الجديده ونشيل الغاز ونشيل الكلام ده كله وبتعمل بيها العربيات بطاقه شمسيه او بالبطاريات. البطاريات حضرتك بتحطي البطاريه دي لايف تايم بتقعد 15 20 سنه، نقول 10 سنين البطاريه. الموتور كله بيشتغل بالكهرباء، سرعه العربيه بتوصل ل 100 كيلو 120، بتوصل لحد 150 كيلو في الساعه. البطاريه بتستمر معاكي 5 6 ساعات على حسب سعه البطاريه. بدل ما بتقفي في المحطه بتموني بنزين بتعملي شحنه للبطاريه. ربع ساعه تلت ساعه بتعمل تشارج وبتمشي بالبطاريه. فاذا كل العالم دلوقتي بيتجه لان هو عدم استخدام الطاقه اللي ناتجه من البترول، اللي ناتجه من البترول ومشتقاته ايا كان المشتق. طيب ليه ما تمش تعميم الخلايا الشمسيه؟ يمكن اللي تم الاعلان عنها من فتره حتى ان الدوله قالت انه اللي هيعمل خلايا شمسيه ويعني يغذي بيها منزله او البيت اللي ساكن فيه الدولة هتساعده، وهيبقى في كمان ان الدولة تقدر تشتري منه بمبلغ، يعني على فكرة كان كويس جدا العرض. أيوة. طيب ليه ما تمش الإقبال؟ حضرتك شايف ده عقيدة مصرية؟ لا. شوية دماغ، يعني
الخوف من الفكره انه لا الطاقه الشمسيه يعني افرض خلصت او حاجه يعني مش الطاقه الشمسيه نفسها خلصت يعني البطاريه فضيت او حاجه حصلت. انا بالنسبه لي الكهرباء اسهل يعني. لا هي الفكره ان السياسه بتاعت الدوله او سياسه وزاره الكهرباء حضرتك لو قرينا التقرير اللي موجود في اعتقد في الجريده بتاعت امبارح اعتقد مش المصري اعتقد موجود فيه شويه عقبات. العقبات ايه هي السياسه ان انا اتعامل مع الطاقه الجديده المتجدده. حضرتك الطاقه الشمسيه مش هي طاقه اخد منها كهرباء بس، الطاقه الشمسيه بتستخدم في حاجات كتيره جدا، بتشتغل في الزراعه في اربع خمس حاجات في الزراعه، بتشتغل في الثروه السمكيه، بتشتغل في ثروه الدجنه، بتشتغل في التكييف، بنعمل منها التكييف بدون ما بستخدم فريون وكهرباء، بستخدم الطاقه الشمسيه، بعمل بيها السخانات، كل ده بيوفر الطاقه بطريقه عكسيه. ولكن ان انا عشان اقول ان انا بعمل محطات طاقه شمسيه واتعامل بيها مع الدوله دي فيها مشكله. طب ما هي الدوله كان عندها في كومومبو المفروض بتعمل 2 جيجا وات ساعه بالطاقه الشمسيه من سنتين، ليه ما تمش التنفيذ؟ لان في عقبات في التنفيذ من ناحيه التسعيره وسعر الدولار، انما هي ما هياش مشكله. كمان اختياري لل طب معلش انا عايزه بس عند النقطه دي، التسعيره وسعر الدولار بالنسبه للطاقه الشمسيه باعتبار ان هي اصلا يعني طاقه موجوده طبيعه يعني. ايوه ايه العلاقه او ايه الرابط؟ ايوه ايه الرابط؟ المستثمر بيعمل المحطه، مين اللي بيشتري؟ بيعمل المحطه عشان يبيعها للدوله، فمين اللي بيشتري منه في الدوله؟ وزاره الكهرباء. وزاره الكهرباء حاطه تسعيره ثابته اللي هي 8.4 سنت للكيلو وات للي بيعمل مزرعه 50 ميجا وات في اكثر في الساعه. تمام، التسعيره دي بتقسمها جزئين، بتقول ال 8.4 سنت لما انا يعني مثلا حضرتك عامله مزرعه وانا هبتدي وانا كحكومه هشتري منك ازاي؟ 8.4 دي انا بشتريها، ال 30% من ال 8.4 بديها لك بسعر الدولار اللي هو 8.7، ال 70% باخد منك السعر ده بسعر الدولار في اليوم ده. فهي طيب يعني هل انه ما فيش مؤامات يعني معينه تعملها الدوله مع وخاصه ان هو يعني هو بيعمل الشغل ده او الطاقه دي على الارض مصر، بيعمل على الارض مصر وبيجي بيعملها بفلوسه من بره بفلوسه الخاصه مش بفلوس الدوله، وبياخد الارض من مصر وبيدفع ثمن الارض. ولكن لحد النهارده فيها مشكله سياسيه داخل او مشكله تنفيذيه داخل وزاره الكهرباء. وزاره الكهرباء ما نفذتش لحد النهارده مشروع اكتر من 200 كيلو، وده على المستوى الصغير. انما المشاريع الكبيره اللي قالت عليها الدوله الى 50 ميجا فاكثر ما تمش منهم ولا حاجه. طب العاصمه الاداريه الجديده؟ لا دي العاصمه الاداريه دي المفروض اللي موجود فيها مش 50 ميجا، لا ده موجود فيها كميات صغيره. ثانيا العاصمه الاديه احنا مجهزين لها هديه للي عايز يسمع وينفذ. احنا عندنا دلوقتي حاجه اسمها النانو بي في، ديت اللي هي الواح الطاقه الشمسيه الانواع الجديده. الانواع الجديده دي بتشتغل، ايه ميزتها عن الالواح القديمه اللي موجوده؟ هقول لك اربع ميزات بسرعه. اولا ده عباره عن سين فيلم، يعني عارف حضرتك الازاز الفاميه اللي هو بيبقى اللي جوه شايف اللي بره واللي بره. الطاقه الشمسيه دي او الالواح الجديده دي هي ده من النوع ده. يعني تقدري تعملي منها حضرتك واجهات المباني بالكامل بدون ما تمحري وتعملي دهان على العماره من بره، فبتعملي الواجهه بتاعت العماره بالكامل الواح طاقه شمسيه. ثانيا الالواح الشمسيه دي ما بتشتغلش على ضوء الشمس المباشر، لا عامله شيفت شويه او عامله ازاحه شويه عن البند اللي شغال عليه، فبتشتغل في اي ضوء، بتشتغل على الظل، بتشتغل لما يكون في مطر، لما يكون في ضباب، لما بتشتغل على الاضواء العاديه زي الاضواء اللي في الاستوديو، تدي لك طاقه عاليه جدا. طب كويس، دي حاجه ثانيه. الحاجه الثالثه الاهم ان الالواح الشمسيه القديمه بتشتغل على درجه حراره 25 درجه مئويه، الجديده بتشتغل على 45 درجه مئويه. 45 درجه يعني شغال معانا في اسوان وشغال معانا في كومومبو بدون اي مشاكل. احنا لما بناخد ال 25 درجه دي القديمه ونحطها في الاماكن اللي فيها درجه حراره عاليه بيحصل فيها مشاكل كتير جدا. الحراره العاليه بتاثر ازاي على الالواح بشكل سلبي؟ لان يعني احنا كنا متخيلين العكس، ان يعني الحراره او الشمس ضوء الشمس لما بيكون اقوى المحطه بتكون قدرتها لا اقوى. الشمس اللي باخد منها الطاقه بطريقتين، يا اما عن طريق الالواح دي، الالواح دي بتعتمد على الضوء اللي جاي من الشمس مش من الحراره. انما وجود الحراره مع الالواح الشمسيه تؤثر على الدايز او المكونات الداخليه بتاعه البي في الالواح الشمسيه. انما الجديده بتشتغل على 45 درجه مئويه، يعني الشغل معانا طول السنه بكفاءه عاليه، بتتفادى السلبيات الالواح القديمه بالكامل. ده الحاجه الاخطر بقى اللي ما حدش بيتكلم فيها اطلاقا الا بتوع محطات الطاقه النوويه،
يعني لو جبتي حد متخصص في الطاقه النوويه وجي مع حد بتاع طاقه جديده ومتجدده، اول سؤال هيساله له السؤال ده، احنا بنعمل طاقه نوويه؟ يقول لك احنا عندنا نفايات طاقه نوويه وبنردمها بنركنها. دلوقتي ما بتتركنش، دلوقتي بتستخدم في الجيل الرابع بتاع الطاقه النوويه. طيب انتوا بتوع الطاقه الشمسيه لما بتيجي بعد 25 سنه وعايز تعمل تنهي المحطه دي، لما بنيجي نركنها بتتصنع من مواد سامه دايكسايد، دي القديمه، الجديده ما بتصنعش من كده. فما فيش دلوقتي يعني الالواح الجديده اللي فيها دايكسايد وبتشغلها درجه حراره 45 ولها الوان مختلفه تعملي بيها واجهات العماره وتاخد طاقه جديده وتاخدي منها كهرباء طول الوقت، وكمان بتشتغل اللي هي السيمفن وبتشغل على اي ضوء. طيب انا عايز اعرف من حضرتك، هذه المحطات او حتى بالالواح الجديده اللي هي النانو بي في، بيتم بعد كده بعد ما لو اذا تعطلت اسباب تعطلها اولا، وبيتم عمل صيانه ليها كل قد ايه؟ وهل انه بيتم استبدالها ممكن يعني استبدالها بشكل كامل ولا بيتم صيانتها؟ لا حضرتك طالما عملتيها 25 سنه انسيها، تاخدي منها الطاقه. والنانو دي او الانظمه الجديده فيها انظمه، هي مشكلتها التراب، التراب اللي بيغطي اللي هو بيغطي الالواح الشمسيه، التراب ده بيأثر جامد على القديم، على استقبال الضوء كمان، ما هو على استقبال الضوء اي بيأثر بكتير قوي على القديم وضعيف على الجديد، لان الجديد معمول من طبقات ان هو اي كميه ضوء دخل عليه هياخد منها طاقه. ادي حاجه. طيب الحاجه الثانيه فيه انظمه كليننج اوتوماتيك، بتعمل بتعمل ايه؟ بتعمل تنظيف للالواح اوتوماتيك، وبتعمل بتقيس الكهرباء، بتعمل سنس تقول لك ان الالواح دي العيب في قلب اللوح ولا في بتاع الطاقه الشمسيه ولا في الاضاءه اللي موجوده حواليها ولا في الكابلات اللي موصله للطاقه الموجوده او للعدادات او للكهرباء اللي خارجه منها، ده سيستم كامل بيتحط فوق الالواح. طب احنا نقدر نعمل محطات طاقه شمسيه يعني تستفيد منها على مدى على مدار كم كيلو؟ يعني انا لو عملت الطاقه الشمسيه تقدر اقدر ان انا استفيد المسافه قد ايه؟ لا هو حضرتك من اي محطات حتى المحطات العاديه بيبقى في نسبه فقد من مكان التصنيع بتاعها لحد ما بوصلها للشبكه، ولكن احنا بنقول ايه؟ بنقول ان احنا بنعمل المحطات عموما اقرب ما يكون من نقل الشبكه او من اماكن الكهرباء اللي بتنقل الكهرباء من مكان لمكان، ان ما كانش بنعمل لها شبكه خاصه تنقل وتنقل على الشبكه الرئيسيه عشان نقلل الفقد بتاعها. طيب ولكن ان احنا نقدر نعمل قد ايه؟ احنا عارضين يعني معروض على محافظه الوادي الجديد انها تعمل عندها مصنع للطاقه الشمسيه الجديده اللي هي النانو بي في، معروض على محافظه الوادي الجديد مصنع يطلع يبدا من السيليكون ويطلع جميع مكونات الالكترونكس. طب حضرتك شايف انه ايه الاماكن اللي في محافظات مصر المختلفه هيبقى صعب عمل فيها الطاقه الشمسيه ولا كل الاماكن؟ ولا مكان، كله ينفع، كله ينفع. بعدين دي طاقه شمسيه وطاقه الرياح كمان الاثنين مع بعض، لان دول طاقه جديده ومتجدده، دول يخدموا الطاقه التقليديه اللي احنا شغالين عليها. يعني محطات سيمنز دي محطات هايله داخل الشبكه، ان احنا شغالين على 6% او 7% من مساحة الأرض. إحنا الشبكة بتاعتنا على خط النيل بالكامل، وبعدين بنتفرع يمين فوق يمين للآخر وشمال لحد السلوم. عندنا منطقة اللي هي اللي في فوق الوادي الجديد وعلى الشمال دي ما فيهاش شبكة. مين اللي يخدمها في الطاقة؟ مين اللي يخدمها في الكهرباء؟ مين اللي يخدمها في الإنتاج؟ الطاقة الجديدة المتجددة. لأنك أنت ممكن ما ترفعيش على الشبكة وتغذي المكان محلي، يعني ممكن تعملي محطات طاقة شمسية وطاقة رياح تغذي كل المناطق اللي هي بعيدة عن 6%، بعيد عن خط عن مجرى نهر النيل والناس اللي متكدسه حواليه، نطلع في البره المنطقه الموجوده في البحر الاحمر بالكامل الشبكه فيها ما بتغطيش بالكامل. شوفي القرى السياحيه اللي موجوده هناك شغاله على ديازل، مين يقدر يخدمها هناك؟ الطاقه الجديده المتجدده. اي نعم احنا عندنا فائض في الشبكه بتاع المعموله الجديد دي حاجه عظيمه جدا، بس مش هنقدر نوصلها هناك مباشره لان ما فيش شبكه توصلها لحد هناك. وعشان نعمل شبكه محتاجين مبالغ ماليه كبيره. طب كان الخط الكهربائي اللي كان بين مصر والسعوديه ده، يعني احنا ده شبكه بقالنا فتره ما سمعناش، يعني ايه التفاصيل؟ ما دي شبكه. شوفي حضرتك طالما انت عندك فائض، خط الربط اللي موجود هو ده الشبكه. الشبكه دي بقى سواء كابلات زي اللي احنا بنشوفها على خط الصعيد او في الاماكن المحطات الكبيره دي الشبكه بتاعتنا، او بننقلها بره مصر او تتنقل بين الدول بكوابل تحت البحر في الميه، زي خطوط الانترنت اللي بتجي لنا عبر الكوابل اللي موجوده تحت الميه. فنقل النقل سهل بس جهزي الشبكه، توزيع الكهرباء سهل بس جهزي. طيب الشبكه حضرتك قلت الاجانب او يعني بنستلقي خبرات من الخارج لعمل الطاقات دي في مصر،
احنا ما عندناش الكوادر الفنية للعمل الخلايا الشمسية او المحطات الشمسية في مصر؟ معروض دلوقتي اولا حضرتك احدث تكنولوجيا موجودة في العالم في طاقة الرياح والطاقة الشمسية الاثنين موجودين في مصر وما لهمش السكة انهم يشتغلوا كويس. النانو بي في عارض نانو مخترع النانو بي في مخترع النانو بي في لما نزل الصين عشان يعمل مصنع هناك اللي قبله وزير الصناعة وعطاله كل حاجة خلصها بتاع النانو بي في لما جه مصر محدش يعرفه لما جه عرض المشاريع انه ينفذها داخل مصر محدش عارفه حد سأل فيه ما تنفذتش المشاريع لحد النهارده. طب انا بسأل انه احنا ما نكتسبش الخبرات دي لشبابنا موجودة ايوه طب احنا ليه ما ننفذهاش بقى بايد مصريه دي بقى طب يعني احنا نوفر يعني احنا نعمل دورات تدريبيه مثلا او ايا كانت الخبره يتم تبادلها ازاي ونشغل شباب ويبقى عندنا فكره المشكله بقى مش هتبقى موجوده في العمله ولا في الدولار. لا حضرتك الخبره عشان تديها يبقى لازم المصنع موجود كويس. صاحب الفكره بيقول لك انا هعمل مصنع على حسابي ادوني الارض ادوني المكان محدش عطاله بقى له سنه وشويه كويس. يبقى ده يبقى العيب مش من العيب مش عندنا مش من عنده هو جاي بيعرض كل منتجاته بكل افكاره بكل خبراته داخل مصر لسه ما اتنفذتش احنا بنحاول ننفذها ده سواء في الطاقه الشمسيه او في طاقه الرياح. الاثنين دول لو تواجدوا مع الموضوع الهائل بتاع سيمنز اللي اتعمل هيغطوا الاماكن اللي ما فيهاش شبكات لان احنا علشان نعمل شبكه ونغطي الاماكن الخارج 6% او 7% اللي الناس عايشه عليها هناخد سنين كتيره هناخد مبالغ خرافيه من الفلوس علشان نعمل الشبكات دي. انما منطقه شمسيه تقدري تعملي محطات محليه في اماكن مستقله في المناطق الجبليه وتعملي المشروعات تعملي مصانع واعملي مزارع واعملي بيوت واعملي مدن وبعيد عن الشبكه. بنتمنى ان شاء الله انه ينجح المشروع والخطه وتبقى في استراتيجيه متكامله للطاقه الجديده والمتجدده. بشكرك دكتور سامح نعمان الاستاذ الجامعي وايضا استشاري الطاقه الجديده والمتجدده. شكرا يا فندم. العفو تحت امرك. مشاهدينا الكرام مستمرون مع حضراتكم في هذا الصباح لكن بعد اخبار الرياضه مع الزميل محمد عبد الحكم. شكرا زميلتي.